هيثم دعوة. اتفضل. انا مش بناقشك انت عملت كده ليه، انا عايز اعرف بس اللي حصل وخلاص. ما انا بحكي يعني لحضرتك. انا مش لا بقول لك عشان ما في حاجه، انا اصلا انا برضو بنسى. في مؤتمرات لعلماء مشاهير في مصر عملوا مؤتمرات لنصرة سوريا وقالوا فيها دعوة وباب الجهاد مفتوح واصبح واجب على كل مسلم، انا فاكر الكلام ده. تمام. ما انا بسألك انت بقى يا هيثم، بقول لك انهي مؤتمر او انهي شيخ من هو اللي اتأثرت بيه لدرجة خدت القرار ان انت لازم اروح انصر هؤلاء المظلومين؟ كل يا اخي المشايخ. قول انت خايف. انا ما انا مش خايف، انت قاعد في السجن اهو، انت قاعد في السجن يا مش هيثم، خايف، بس انت في ايه؟ انا بقول لك كل المشايخ في مصر وفي مين؟ السعودية. والله عايز اعرف مين، انا اعرفهم كلهم على فكره، انا ممكن اعددهم لك كلهم. مين مين الشيخ؟ انا بعرف كل المشايخ، نعم يعني انا ما قاعد في انا قاعد في مصر نعم وابن بلد يعني. نعم بقول لك مين الشيخ، عايز اعرف الشيخ اللي اثر فيك انت يا هيثم وخلاك تقتنع وتاخد قرارك وتيجي. أقول لحضرتك حاجة، أولاً أنا مش خايف ولله الحمد يعني. ثانياً أقول لحضرتك حاجة، أنا اللي أثر فيا الأحداث واللي شفته بعيني، دي أول شيء. ثانياً أنا بكلم حضرتك تقول لي إيه الداعي؟ بقول لك إن كل مشايخ العالم العربي أفتوا بذلك. وكانت يعني ما هو انا وكان سؤالي ليك الخروج والله، اصل ده يوم القيامه اتفضل. هتسال يا هيثم. أكيد. في ايات كتير بس مش عايز اقول في القران، بس كل واحد فينا مسؤول، نعم أكيد. كل واحد فينا مسؤول. انت هتسال انت رحت في الحته دي ليه، صح وغلط بقى يعني، انا ده حاجات ربنا تمام وفي حاجات منطق بنتكلم فيها. تمام هتقول والله انا نشأت افتى انه الجهاد في سوريا اصبح فرض عين مش فرض كفايه، نعم، فلذلك انا رحت. نعم يبقى في رقبة مين؟ في رقبة نشأة. نعم انت عايز اعرف انا القرار اللي انت خدته ان كان صح، مش بناقشوش صح ولا غلط، مش موضوعي، مين في رقبة مين من المشايخ؟ كلهم بدون استثناء يا يعني. اخي قول اللجنه لي الدائمه، اسم ما انا يا اقول لحضرتك، اخي قول لي اسم. اللجنه الدائمه وهي دي معروفه. دي مش بقى، لا احنا في مصر، انا بتكلم على بتوع انا مصر. بتكلم على كل، طب انا قول لي بتكلم قول مالك. الاسلام عام، مول مصر وغير مصر. انا بتكلم مع حضرتك على الجميع تمام يعني، تمام وكذلك مشايخ مصر كلهم المشهورين اللي بيطلعوا في التلفزيون كلهم وغيرهم افتوا بالامر هذا، وكان مؤتمر او اكثر من مؤتمر وافتوا فيه بالامر هذا. انت حضرت المؤتمر اللي كان في استاد القاهره لا اللي مرسي قال فيه الجهاد شفته؟ ما هو ده المؤتمر يعني. انت قلت مرسي المؤتمر، انا فهمت المؤتمر اللي اتعمل في استاد القاهره بمناسبه نصره سوريا وكل اللي في المشايخ فيه، حضر فيه كل المشايخ اللي انت تشوفهم دول اللي طيب تسمعهم، حضروا وقالوا فيها ساعتها الجهاد في سوريا. هذا المؤتمر ده اثر فيك ولا مش ده؟ اكتر يعني كل المؤتمرات، وقلت لحضرتك اللي اثر فيا هي الاحداث نفسها وما كان فيها واللي شفناه على اليوتيوب وعلى التلفزيون وعلى جميع القنوات. هذا بقول خلاص ده لحضرتك انا تمام. هتجاوز، انت مش عايز تقول لي مين؟ ما حد عندي يعني بعينه اسميه لك، ما اعرف حد طب مين بعينه. شيخك؟ انا هي مراحل يعني، انا مثلا في فترة كنت بسمع لكل المشايخ اللي في التلفزيون، يعقوب وحسان، وهي دي مرحلة، وكنت اسمع لمحمد عبد المقصود، وكنت اسمع للشيخ فوز السعيد، وكنت اسمع للمشايخ دي كلها، دي مرحلة كنت اسمع فيها المشايخ دول. المرحلة اللي هم ظهروا فيها في الفضائيات. اثناء الفضائيات واثناء فترة الالتزام والحج والعمرة، وهذا هو تمام. هذا هو دي مرحلة بعدها. بالإضافة لما كنا نروح الحرم وكذا كنا نسمع هناك مشايخ في يعني اثناء زيارتنا، حتى في منهم ما نعرف اسميهم، وفي منهم يوم موسم الحج نعرف اسميهم يعني، هيك هو ده.